الحين في ضيافتي شخص هو مصدر سعادة، بهجة، فرح لكل الكويتيين، اسمه ارتبط بالوناسة، بالحياة الجديدة، بالإيجابية، والحين صاير ينافسنا، صاير نجم سوشيال ميديا بعد. لا، ما عليكم زود، ما عليكم زود. حبيبي أبو داود سليمان القصار، الله حياك الله يسلمك، معاي الله اليوم. يحييك، يعطيك دائما العافية بركة، حبيبي. الله يسلمك. ذاك اليوم التحلطم على سناب، اليوم ذاك اليوم، كل يوم، ليش كل يوم متحلطم على الشاشة؟ لا، ما تحطم وايد، بس ساعات يعني تصير اشياء شويه. يا جماعة منو ما يحبك؟ أنا ما أعتقد في حد بالدنيا كلها ما الله يحبك، يطول لي عمرك. لأنك شخصية اللي ما يعرفك من قريب، يعني حتى لو يشوفك كذا لا، انا مسالم، ما ذم احد، ما ليش خبا. إيجابي وسامح. بس أنا الحين عندي ضيف ثاني هم حوالين بيتكم، حياها الله رميثية. ما والنعم. راح نطلع من رميثية، وبضيافتنا اليوم نجم أبدع في مجال الدراما الخليجية بشكل عام، وترك بصمة ما مثلها بصمة، خالد البريتشي، حياك الله. يا هلا فيك. ليه قلت رميثيه بعد؟ حياك الله. ورا بيتكم؟ شوكم، شو اخباركم؟ حياك الله حبيبي. الله بخير، شوكم. اي قطعه ابو شيخه؟ قطعه ثلاثه وقطعه خمسه، كيفك؟ تبي وايد. واحنا سته. وانت يعني ايران، مو بعد. شيخه شلونها؟ والله شيخه وطيبه، ماخذين القلب. يا حلوهم، الله يحفظهم ان شاء الله. والبنات، شنو الشعور الحين صار عندك بناء كبرنا وعينا؟ وايد وايد صدق، عاد يعني شوفي، هو من زمان مو شايفك انا، وصدق يعني ترى وايد شغلات تغيرت الحين، خلاص صدق على قولتهم تزوجنا وصار عندنا هالبنات وصار عندنا هالمسؤوليه هذه، وسبحان الله الابو من تصير عنده بنات غير لما يصير عنده ولد. انا لا، الحمد لله مستانس. مستانس. اي بهالبنات. يقولون يا شارعين قلبك. لا والله. الله يحفظهم لك ان شاء الله. ترى على فكره ابو داود، احنا ناديك ابو داود، بس انت ابو. ابو روحاني نقدر نقول. بسم الله عليهم. عيال انت مربي عيال اخوانك. واخواني بعد. واخوانك بعد. احمد وخديجه ينادوني، وما ينادوني اخوي. سمعت احمد يناديك الحنون. يا بعد روح. يا حلوهم. الله يحفظهم ان شاء الله. امين، الله يحفظهم. اي والله، عاد ابو داود انا بين فتره وفتره نمر عليه، انا طارق الربع، مو انا على اساس عندي ديوانيه وكذي، لكن يوم عاد بغيت اي مع الاهل كنا نمر نسلم وكذي، فعلى اساس الله يبارك فيك ان شاء الله، على اساس المنطقه وحده وقعدته حلوه. حلو. هو غنى بعرسك؟ والله كان مفروض، بس انا ما سويت عرس. ما سويت عرس. انا سويت بس حق الحليب، اللي صار عندي حالتين وفاه. تكاليف تكسر الظهر. كان موجود هو ابو داوود، ما كان غيره، بس ان شاء الله بالبنيات. ان شاء الله. امين يا رب. كنت خايف من التكاليف ولا خايف من اللوية والتحضيرات بالعرس؟ صدقين انا اليوم اي واحد يبي يتزوج قاعد انصحه، اقول انت عفسه سوي هذه تحكي الشهر عسل، ومسوي لك طقطقه بين الاهل وخلاص. لا، هو العرس اشهار. اشهار. اي عشان الناس تدري يعني، فالناس كلها واتساب. تدري. واتساب. اي الواتساب احلى، اسرع. تشاركنا. وسناب بعد الحين ماكو على سناب. زين ابو داود. خير. قولي. شنو شنو لحظه قاعد يقولون بيغنون، يقولون شيء حق ابو شيخه. شنو؟ زفه حق ابو شيخه المفقير، ما حد زفك. لا، مشفوف مشفوف. لا نزفك. ايه ها بيك. نقول له يا معيريس يا جماعه. يلا على الجيتار اسبانيولي. اسبانيولي. ايه، سوي له زفه اسبانيه. هذه جديده. صوتك جيتار يا ابو داود. الله يطول. صوتك ما شاء الله. هذا من الالات اللي اعشقها، هي مع البيانو. اشوفك. بس انت اللي مسوي طارك بدينك، يقولون اول طار. اول طار. اول طار له قصه عجيبه. هذا هذا انت اللي مسويه. انا سويته. نعم. بدينك. اي بيدي، اسال شلون يسوون الطار، شلون يسوون الطار، فقالوا لي لازم يلدى ولازم مش عارف ايش. لا، ما سويته كذي. مو هذا، مو هذا. اشوف ما كان نفس هذا عدل. لا، كان منخل غربال. منخل عشيش. زين. ولا في براشيم ولا في شيء. علمنا عليه هذا. خنزف خالد. الحين لحظه. هذا الطار مستحيل ينطق فيه. ما ينطق. هذا يبي له. هذا يبي له تسخين. هي بلا تسخين. شو نقول لك عيل يا معيريس؟ شي بالايد؟ عاد بصوتي انا نشاز عاد. بسم الله عليك. لا، يقول صوتك حلو. ابو داود شلون سويت اول طار بدك؟ والله اول طار له حكايه، قاعد اسال انا ابي طار عدل،
ما حد يعني معطيني وجه اللي طار فيه. فسالت سالت قال لي الطار لازم الجلده تنشال عنها الصوف والتخيس عشان يطلع الصوف وبعدين ترقمها على 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 طار او على شيء. فاحنا بالصدفه ذابحين عندنا فاخذت الجلد وين خشيته؟ بالسطح. لفيته بخيشه طبعا عقب ما اخذت تعليمات من السوالف اللي كانت تسولفها يدتي شلون يخيسون الجلد شلون يملشونه ويحطوا ليفت ويحطوا يعني انا اخذ السالفه ورحت طبقتها بروحي وسويت طار سويت الطار طبعا ديني تمت اسبوع ريحتها تعمي وشلون والمنخل ما هم قضت بالاطراف اخذت السكينه احميها وافتح بالمنخل واخيطه واسوي المهم سويته واروح المدرسه وارد اشوفهم مستوي ولا لا وكل ما اي غير رمي فيها رطوبه كله ذاك اليوم شمال من الصبح رحت لو القهوه ترنج ترنج بس الله يفرحك انطر بس متى ارد المدرسه وين عاد موجود هالطار؟ كان زين هذا كان ذيك الساعه عمري 13 سنه المفروض يتم هذا خليك من الطار انت الحين بعد صرت مشروع مو فاشينيستا انا صرت ما شاء الله تنافس شلون؟ عندك اكونتين يقولون واحد مسوي حق الدعايات واحد مسوي حق الديوانيه لا الديوانيه مو انا الديوانيه مو هذا قصدك سناب شوفي خليني اقول لك هو في عندي انا انستغرام وين وعندي سناب اوكي وفي سناب خاص حق الديوانيه اوكي شايله واحد من ربع ما نبي نقول اسمه انزين انستغرام وين اي عندي واحد اللي هو المعروف وواحد ثاني بس تضيفي له رقم واحد كثر ما قمنا ندعم المشاريع في ناس جزاهم الله خير يعني يجون هالنقصه ولا هالشغله يعني عن الفشل اسف منزلين فانت مسوي لهم اكونت بس علشان تحط لهم بوستات دعم وزائد في مشاريع شبابيه ودي يعني ادعم اشوف مثلا واحده اسالك سؤال كذا يسالوني اياه كم الاعلان عندك؟ شفتي؟ المشاريع الشبابيه بدون شيء بدون شيء؟ اي والله دعم والله هذه يبي لها يعني هذه يبي لها هذه مع الله يذكره بالخير طلال الياقوت وهو يعني هم بعد تقريبا انا ويا نفس الخط يعني حتى طلال الياقوت هم بعد عنده هالسالفه هذه الحساب عنده موجود وشنو في مشاريع ولا شنو في تنويه ولا في مثلا معرض بيصير ولا شغله احنا خسرانين شيء هي كلها صوره حلو. بعض الناس يتضايقون يا اخي حسابك صار كله دعايات كله دعايات جماعة ارجوكم تقدرون احنا قاعدين ندعم شباب احنا قاعدين نشتغل هالشيء وموجودين تدرون شلون راح اسوي لكم حساب ثاني وسويت الحساب الثاني اللي فيه دعايات اللي بدون دعايات اوكي اللي اخباري ما اخباري اللي هو فيه رقم واحد خالد بريتشي رقم واحد انزين فهذه السوشيال ميديا قاعد نستفيد منها احنا بهالسالفه هذه يعني في العاب بالديوانيه يقولون خالد البريتشي ما يواطنها بعيشه الله اخي الكيرم والجنجفه ليش؟ وهم موجودين عندي لا انا هذه هذه لكن الجنجفه ودانيه اي لا حلوه لا الكيرم زينه عندنا قمت العب فيها قبل بس الحين الشباب الطاوله الله لا يهينك اي والله يلا الله يهينك تضبط البودر وهات الجيس يلا صارت والله ثقيله احنا ما عندنا هذا اللي يسمونه الحطب جيس الجيس الجيس والحطب هم بعد والبودر ليش 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 ما تحبها؟ من الشباب اللي موجودين ها شوفي ليش يصير يعني هواش او نجا وصراخ؟ لجه صراخ ولجه صدق تبي تسولفين سالفه يعني ذاك اليوم الله يذكرهم بالخير الربع امسي عليهم طبعا حلو نقعد طبعا الديوانيه شنو سوالف شنو في صار ما صار من يانا يونا ضيوف مثلا نقعد وياهم سوالفه الحين كل ما دش احد ما شاء الله مجابلين هالكيرم ولا مجابلين هالجنجفه الكبر كيرم كم ولا اصغر؟ لا اكبر تفصال تفصال وقاعده وطاوله وكذي وما شاء الله الله ابو حامد الله يمسي بالخير وهو اللي مفصلها يعني اوه تفصال اي وحتى يعني من الخليج يفصل لهم وكذي وما شاء الله الله يرزقه الاثنين الفرسان الكيرم وليد علي وطارق العلي يا سلام والله وخذ صيحه وتعال اخذ منافسه اذا صارت بين داوود حسين وبين طارق العلي والله ايه من يفوز عاده تيمون وبومبا الله يهديك والله ابو حمود الله وليد علي دائما مميز هو اللي دائما يفوز زين اود ان اوجه لهم تحيه جدا كبيره داوود حسين وطارق العلي يعني وليد علي وليد علي نجوم 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 زين هذه عرفنا قصتها والجنجفه الجنجفه الحين قبل شوي تريكس مش اسمها يلعبون ما ادري مسامي اذا خلنا جيم منو؟ ما اعرف ما تعرف؟ وما ولا أنا. ولا ابو داوود ماله ماله شوف شلون قطيتها انا ماله واخر على ما احبها اتنرفز والله تدري كم مره قدامي تنرفزون يا شباب ترى نقطع الجنجفه لا ترى احنا بس كذي قاعد نتفاهم
يعني انت فاهم، انت فاهم شيء شوي بالطبع. لا صيحه صيحه، ماني اول ولا خل 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 رتب الاستديو من الطار والهذا ونرجع لكم حوارنا مكمل مع ضيوفنا. فهد على فكره معانا بعد اداري بجمعيه المكفوفين الكويتيه، نورتنا نورتنا اليوم، حياك الله معانا. طيب الحين يا جماعه ممكن بس انا اعطيك مداخله، نبي ندعي الناس جمعيه المكفوفين يا جماعه يسوون عندهم مطبعه تسوي، سوينا التقرير شفناه كتاب الله الشريف، ونبيكم كلكم تشاركون فيها. اي والله يا ريت يا ريت اتمنى. وانا بيك تشارك معي ان شاء الله خير. شوف الشاشه، خلينا نشوف الشاشة لأن فيها الحين العصفورة مالتنا جايبة سوالف. هذا أيام الجاهلية. شنو هذه؟ تصوري عاد شلون شبه هذه؟ هذه أيام وين هذا؟ اللي بالصينية شنو؟ اللي هذا كان توه محشيهم شكله أبو داود. ما أدري شيء مدلقة بس ما شنو هو. شنا شو اسمه؟ شنا محاشي أبو داود. محاشي إي صح؟ محاشي. هذيلا هذيلا شنو هذيلا؟ هذه أول. هذه أنا أيام الطفولة البريئة. الله. هني فيك وايد من أحمد أبو داود. وايد من زين خلينا نشوف بعد واحدة. ايوه شوف هذه ترى مسوينها بمصر الصوره. ايش حلوك. اي يعني مو القصر. لا يا حلو. يقول ما ادري اذا في فضايح ثانيه صراحه. لا والله حشا. بس شفت الكيزيميزي هذه اللي هني. اوه شوف 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 اللي طلعت توها. شفت اللي طلعت توها؟ نبي نرجعها نبي نرجعها يا جماعه اللي طلعت توها. هاي ايوه هذا انا وسام اخوي. الله يا الخدود. هذا البرندة. هذا بيتنا بالدسمة. هذا البرندة بالدسمة ولا برمثية قبل لا نبني الظاهر أول ما نزل. أبو داود أنت أكبر أخوانك اسم الله عليك. إيه نعم. عشان كذي حاس دائما أنك الحنون أن أنت يعني اللي مربيهم. خذيت المسؤولية مبكر عقب وفاة الوالد الله يرحمه. أبوي كان حتى على حياة أبوي الله يرحمه. أبوي تعب ويعني كبر مع المرض وكذا فسلمني أنا كل شيء. أنا قلت لهم الخيط والمخيط. ومو سلمني كذي لا تدريب يعني احنا قبل لما الابو يعتمد على ولده مو يقول له بس يلا وسوي كذي سوي كذي لا يدربك وتدريب حاد. من منو تعلمت الطباخ؟ الطباخ من امي. من امك؟ امي وجداتي وعماتي لان كنت قبل البيوت كبار ما فيها صبيان فعطني هذه سوي. هذا من كثر الطباخ ولا من لا هذا وين هذا؟ هذا قبل لا اسوي العمليه هاي بامريكا. انت تروح امريكا 4 مرات بالسنه؟ نعم. أبو داود عندي ربع هناك وايد والله واحب جوهم يعني عندهم حريه اكثر من اوروبا تاخذ راحتك بلبسك باوروبا لازم اذا انت في لندن ولا في باريس لازم تلبس تتطقم وتتسنع وكذا يعني لا طرق الشورت يلا ركبه مع الاوادم الامريكاني. وين كان شهر العسل خالد؟ انا بتركيا. تركيا وقلت لي ما سويت عرس. لا انا كان تركيا بس هذا 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 تعال طلع طلع الفضايح طلعت تناطر عينك على ايش كلها حاطه بالانستغرام. طلعنا من انستغرامك وحاولنا نطلع شغلات ثانيه عاد احنا انت ما اعطيتنا. لا هذه خلينا نشوف هذه. هذه شنو ايام الدراسه؟ اللي فوق؟ ايه هذا ايام الشعر. قبل الصلاة كان عندك قدلة خالد. اي بكلة بعد مو قدلة. بكلة بعد. هذه اللي تحت مصورة بخيطان. مصورة خيطان؟ ايه. زين غيره؟ خلنا الله. هذه بالعمرة يا حلو. هذه شيوخة. ما تشابهك كان عمرها سنة وشيء. لا الحين اشبهها شوي قام يصوم. ايه عادي يقولون ما ترفض لها طلب. طبعا. اقدر. البنت بنت ابوها يقول اقدر. إيه البنت بنت حبب روحها وحب ابوها. شوفي طيوبه شو صغرها قدام شيخه. يا حلوهم. شوفي هاي هذا ولد اختي علي. هذه صارت بيتنا. لا راكب هذا قاريك. اي راكب وياهم القاري. الله يحفظهم لك الله يحفظهم. شيء حق ماتشه البيت؟ طبعا. جمعيه رميثيه؟ انا لا انا من زمان السالفه هذا التشيل وما تمشيل من زمان يعني. هذا هني فيك شبه من شيخه انا اشوف. بالضبط هذا اللي تشبهني شيخه. اي الخدود الخشم مخنفش. يا حلو. العيون مدوره بشون. اي في.
عيالك اليوم هل هم مستوعبين ابوهم منو؟ تصدقين للحين لا، للحين ما يدري. يعني امس كان عندي لقاء معاد على واحد من التلفزيونات، فكانوا طالعين وكذي ودشوا، فقاعد يطالعون كذي للحين مو مستوعبين يعني شنو، يعني مرات اوريهم مسرحيات التلفزيون او كذا. اي يعني اوريهم مسرحياتي او اوريهم شو اسمه، يطالعون اي زين بابا ابي بانك بانثر بينك بانثر ما شو اسمه بينك بانثر زين يبغى يشوفه يحترمه يعني شوي شوي رفعين بينا. لا لا بعد شويه بيتب عقب يتفاخرون عادي. لا دشينا شفنا اللقاء ولا طيبه ايات شقوا بروح عند بابا زين يمك بتروح عيني داغل يعني للحين ما صار الاستيعاب وكذي. ترى على فكره يعني انا اول سؤال يعني انا طبعا كليت من اكل ابو داود. كليت من عندك ذاك اليوم الدولمه ايش حلوها، امبي ورق عنب مسوي مع الدياي يعني ما شاء الله لا اله الا الله الله يحفظك، وسويت لي فته ما شاء الله عليك ابو داوود يعني النفس عافية. النفس بعد روحي طحت بالجدر طبعا انا بس ما ادري خالد انت ضايق ضايق طبخ ابو داوود؟ انا اكيد يعني انا هم بعد تشرفت بعد عمري اي والله ما قصر اول ما دخلت كان وياي بالسيزن اللي فات مطبق سمك بس مو نفس المطبق اللي ما ادري شلون انا راعي سمك وراعي عيوش وشي بس اللي يسوي بداوي ما تطبخ ابتكر شغله جديده خبز عروق بالربيان انا هذا اللي احبه فيه صدقها يعني فناتك والله يعني في فناتك يعني شغلات ما شاء الله عليه يعني ابو داود هذا اللي احنا اللي انا اذا ملح ما في خلاص ما في بديل يعني اذا ما عندي بديل توقف الطبخه معقول؟ اي اذا ما عندي بديل توقف الطبخ بس ابو داود دائما تجرب الجديد لان شوفي احنا عشنا في بيوتنا قبل في امهاتنا ماكو نقمه تنقط لازم التعدل والبايته يسوون لها صرفه ياكلون لك اياها مره ثانيه ماكو شيء انه والله ما يستوي لا كل شيء يستوي وايد ونستوني بهاللقاء الحلو مشكورين على هيئتكم وعلى وساعه صدركم الله يسلم عمرك ابو داود ان شاء الله ناطرين منك الجديد والمختلف ونجم رمضان مثل كل سنه ان شاء الله يعجبهم السنه برنامجنا ان شاء الله يعني احنا حاولنا نظهر كل النواحي الانسانيه الموجوده بالاضافه لذلك رحنا الدواوين اللي الكبار عندنا الشياب والكبار فرحنا لهم لان هم اللي يستاهلون النقصه سلم لنا على كماري بعد ابو داود سلم لنا على كماري لازم اي كماري رفيش لي هذه ايش فيك احنا بنختم ها بنختم قبل ما نختم خل اخذ سيلفي على الهواء ايش رايك يلا هذا السيلفي وين بسوي شيء بطلع شوي ها بتحطه باكونتك اي زين لحظه خليني هيك لحظه يلا لحظه تعال عند ابو داود بينت انا ما بينت ايه بينين يلا واحد اثنين يلا